مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. حلقة اليوم راح نركز فيها على التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، نحاول نعرف إذا كان عند الناس أي خلفية عن المحافظات اليمنية، عن المديريات، عاصمة المحافظات، عواصم المحافظات، وبالتالي نقدر نقول إن اليوم امتحان تاريخ وجغرافيا. خلوكم معنا. إذن خلنا نشوف بعض الشباب هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ سليم رفيق. سليم، كم عدد المحافظات في اليمن؟ عندك فكرة عنهم؟ عدد المحافظات 30 محافظة. هل من الواجب على الإنسان أنه يحفظ التقسيمات الإدارية في بلده، ولا هذا أمر ما لنا داعي؟ يعني أسعى أقول لك من الباب ضروري، يعني ضروري تعلم ما يدرى ما علينا. يدرى ما ما عليه. أيوة. عموما خلينا برضو نستمر. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ ابراهيم عمر العبدلي. من وين ابراهيم؟ انا من دمار. من دمار. ايش عاصمة المحافظة؟ عاصمة دمار؟ ما ادري والله. عاصمة المحافظة؟ محافظة دمار ايش عاصمتها؟ ما ادري. محافظة قد هي محافظة هي. أيوة. محافظة دمار. ايوه. ايش عاصمة المحافظة؟ وش السؤال؟ عاد السؤال ما جاء. ما فيش عاصمة لدمار. هي مديريات. دمار هي مديريات. ايوه. عاصمة في كل محافظة لها عاصمة. عاصمة دمار. عاصمة المحافظة. ارجع للسؤال. مدينة دمار. مدينة الضالع كم مديرية؟ لا انا اعرف الحاجات الثانية، وما حق بلادنا ما اعرف شيء. شوف قول لي الاكل الصنعاني باقول لك، لان نقول احنا نسوي عصيد ما نسوي شيء. الصنعاني نسوي شفوت. طيب انا عندي لك سؤال. تفضل. عشان نشوف تدخل للمية الالف ولا لا. يلا. تعرف سوق قطرة؟ اسمع عليها، ما اكذبش عليك، اسمع عليها. سوق قطرة. نعم. ادعي بطل. سوق قطرة اخر المحافظات اليمنية. اللي نعم. متى اعلنت وايش المديريات اللي فيها؟ والله ما ادي لك خبر. سمعت عن سوق قطرة؟ ايوه. تعرفها؟ لا زرتها. زرتها. طيب. اعلنت محافظة متى؟ في 2013. في 2013. صح. أعلنت في 2013 تتبع محافظة حضرموت. أيوه. هي كانت تتبع حضرموت وبعدين أعلنوها محافظة. أيوة. في 2013 مديريتها إيش؟ حديبو. أيوه. والثانية خلاص قرب. ثلاثة الأرباع. قلنسية الكورية. قلنسية وعبد الكوري. برافو عليك. برافو عليك يا جعدي. برافو عليك يا جعدي. اسمك مرة ثانية؟ عفوا. هاشم عبد الجعدي. هاشم الجعدي. حياك يا هاشم. طيب اذا هاشم الجعدي مشاهدي الكرام هو المتحدي. المطلوب منك يا هاشم الان تختار لي واحدة من الاخوات من البنات. تمام. حتشوف واحدة من البنات اهو عندك الاخت، ترفع يدها تأشر له، تكون هي منافسة لك في الحلقة. اختار منافستك وتعالوا لعندي عشان اقول لكم ايش التحدي. جاهز؟ جاهز. يلا يا هاشم. إذن مشاهدي الكرام الأخ
هاشم الجعدي. اختار الاخت العزيزه اسمك. نرمين العبدلي. نرمين العبدلي. من وين انت يا نرمين؟ ارحب. من ارحب صنعاء. التحدي هو كالتالي، انا عندي مطلع لقصيدتين، تمام؟ بيت ببيت. المطلوب منكم انتم الاثنين تكملوا لي الابيات، مش انتم تالفوها، تحاولي تمري تشوفي من يساعدك يالف لك على نفس الوزن والقافيه، على نفس والقافيه، نفس الوزن والقافيه. هذا الجزء الاول من التحدي. معاكم 8 دقائق من اجل اتمام هذا الجزء. 8 دقائق، 8 دقائق بثمان دقائق، ونشوف كم حتعملوا ابيات. اللي حيجيب الابيات الاكثر المضبوطه وزنا وقافيه هو من سيربح هذا الجزء، والفصل بيكون في الجزء الثاني. جاهزين؟ اذا البدايه دائما ليديز فيرست، السيدات اولا. ايوه. البدايه حتكون من عندك يا نرمين. اختاري واحده منين. طيب طبعا هي اختارت مطلع قصيده لشاعر الكبير ايليا ابو ماضي، قال السماء كئيبه وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. حنطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله حتنطلق نرمين، حنعطيها المايكات ونستعد احنا وياكم ان شاء الله، خليكم معنا. مشاهدي الكرام، الان بدايه نرمين العبدلي، حتبدا انت الان، مهمتك واضحه، 5 ابيات يساعدوك تحاول تشوفي واحد يعرف في الشعر، ويا ليت انك مثلا تبداي مثلا تقولي له تعرف في الشعر، تكتب شعر، تمام؟ ولا تطولي، اذا شفتي واحد مثلا يتغمغم ويقول لك ها ما مش عارف ايه ما يعرفش، امشي سيبيه وامشي، وقتك 8 دقائق فقط، اوكي؟ طيب نرمين العبدلي وقتك يبدا من الان. قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. سرع ألفوا أبيات وتركنا الحب حينما نكتبه. اكتب اكتب وتجمع. اكتب لي أنت. وتركنا الحب حينما وتركنا الحب حينما وتجمع آخرها وتركنا الحب حينما قول ابتسم ايش؟ لا هذا مطعم ونجم ماشي في السماء. وتركنا الحب حينما وتركنا الحب حينما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. وتركنا الحب حينما اضاءت لنا نجوم نجوم الهما الا الهما مش السماء الهما قد السماء موجوده الهما. انا بدي ليش البيت هذا يا اختي وانت جيلي دوري. وتركنا الحب حينما انتي بس تقري تقري. ايوه يلا شعر لك في الشعر. يا استاذ لو سمحت لك في الشعر. شعر توفيق معك في الشعر خبرك. الشعر ايوه نفس الوزن القافية. قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي النجوم يكفي التجهم في السماء. وتركنا الحب حينما أضاءت لنا نجوم الهما. ألف لي نفس الوزن والقافية. هيا الله ما لي علم. أعلم ما التحدي. قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. أرمين خلاص شعر قافي وافي. اسمع فلان لو سمحت يا استاذ لكم في الشعر خبره من قبل. ها؟ في الشعر. ان شاء الله. هاتي اوكي لازم تكون خلصت.
تعال 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 مغنمة خمسة بيات اشتوا باقي بيت قريه قريه غرد الطير في الصباح مرنمة والغصن حمالة له شوية بنات لو سمحتي قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء وتركنا الحب حينما أضاءت لنا نجوم الهما يغرد الطير في الصباح مرنما والغصن حمالا له منه الحما اشتي بيت طيب انت على القافية ايوه على الوزن والقافية بيت واحد وتركنا الحب حينما أضاءت لنا نجوم الهما يغرد الطير في الصباح مرنما والغصن حمالا له منه الحما بيت يا فضل صلى الله عليه وسلم طيب لا خلاص مشي واحد لحظة 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 لأنه الدقائق هنا بالدقائق هذا حق من الساعة أيوة طيب خلاص بلا أنا دول شوى انتهى وقتك طيب مشاهدي الكرام الآن نرمين انتهى وقتك الثمان دقائق انتهت وأخذت 20 ثانية فوقهم يعني ها شفت الرجل متحمس قلنا خلاص ما عاد نقطع عليكم جلسة الإيحاء الشعرية لكن برضو ما فادك 20 ثانية ما لا فادك في شيء عموما أنت في 8 دقائق عملتي بيتين جابوا لك بيتين شعر قال السماء كئيبة وتجاهم قلت ابتسم يكفي تجاهم في السماء هذا من قصيدة إيليا أبو ماضي الأخ كملها وتركت الحب حينما أضاءت لنا نجوم الهمى ليست في الوزن ولا بالقافية يغرد الطير في الصباح مرنما والغصن حمالا له منه الحمى مقبولة كوزن وقافية مقبولة تمام وبالتالي أنت معك بيت واحد من الخمسة الأبيات عملتي بيت واحد اللي هو صحيح الآن دور هاشم هاشم من؟ الجعدي الجعدي أيوه هاشم الجعدي اعطينا يا أستاذ عبد الله جاءت معذبتي في غيها بالغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق هي قصيدة مشهورة 8 دقائق تحاول تجري بين الناس اسأل لا تستحي اسأل الرجال اسأل الأخوات اللي يعرفوا الشعر اسألهم تقول له السلام عليكم أنا مشترك في برنامج أتحدى في نص ساعة لو سمحت إذا تعرف شعر تألف لي بيت على نفس الوزن والقافية تمام يلا يلا جعدي يلا جعدي توقيتك يبدأ من الآن تفضل السلام عليكم معدن نحن برنامج حدا بين الساعة عشان تكمل الشعر أكمل الليل أكمل لا أنا أديهم أشعار يا أخي كمل ألف من رأسه ألف من رأسه أهم شيء تكون مقارب لها خلاص طيب تجيني بعدين لا 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 دقائق بمشين دقائق ذا الحين ألف أي شعر ممنوع بس أول أروح أبي الموية وأجي البال ما ما تطلع لا خبره واحد يالف والله من جد مستالف ها مستالف السلام عليكم السلام عليكم معي برنامج حدك من الساعة كمية الشعر بيت شعر ايش جاءت معذبتي انا جايب الغصق فانا وكوكب داري فيها الالافات كمل الشعر والله ما السلام عليكم ايوه معي تحدث في نص ساعة برنامج عشان تكتب لي الشعر جاءت معذبتي من غياب العشق كان مواكب داري في الافاق كمل الشعر بيته وبيتي
السلام عليكم. معي تحدي في نص ساعة تحدوني الشيء كم تكمل الشعر بيت أو بيتين كمل الشعر الشعر كمله ها إيش هو الشعر عنده؟ جاءت مع ذبتي من غيب العرس كان كواب داري في الأفا. والله الشعر ما لنا خبرة فيه. السلام عليكم. السلام. أيوة أنت شيء تألف لي شعر. تألف لي شعر. أقول لك بنات يجيزات. السلام عليكم. هاي بنت ميت حدا في نص ساعة حدوني تألف لي الشعر. ايش الشعر؟ جاءت مع ذبتي غيب الغص والله الجو كان فوقك داري في الافاق. ايش؟ الحين على نفس الوزن والقلب نفس ال تألف لي عليه خمسة بياتين شو داري؟ صبر صبر اديني 8 دقائق والله اجيب لكم. السلام عليكم. تحديني في نص ساعة فهمت؟ عشان تعرف لي الشعر. خمسة بيات. خمسة بيات. يقرب لهذا. يعني نفس ما بين هذا الشعر. ايوه. كيف عنها خمسة بيات. بيت بيت هي ما تدري. ايابك. جاءت مع ذبتي من غيهاب الغسق كأنها الكوكب الدر في الأفق فيا ويل قلبي من القلق اكتمل الحبر والصفحة والورق اكتب فيا ويل قلبي من القلق اكتمل الحبر والصفحة والورق اكتمل الحبر والورق الحبر والصفحة والورق والورق الحبر والصفحة والورق الحبر اكتمل الحبر والصفحة والورق وموفق ان شاء الله. السلام عليكم. تحديني في نفس ساعة فهمت عشان تكمل الشعر. جاءت مع ذبتي من غيب الغص كأن كواب في داري في الأفاق. كم من الشعر تقريبا عنه والله ما ادري شنو يعني عنده بالأشعار كذا. انا كملت باقي. السلام عليكم. هي بنت تحديني في نص ساعة تكمل الشعر. اكمل الشعر يعني خمسة بيوت. جاءت مع ذبتي يعني غيب الغص كأنه فوق في داري في الأفار. تكمل الشعر بيت بيتين. لا والله ما عبد الله الشعر تكمل الشعر. يلا شكرا. طيب انتهت الثمان دقائق يا جعدي. خمسة أبيات وشايف ما معاك إلا بيت واحد. اقرأ لي إيش اللي كتبته. يا ويلي فيا ويلا يا ويلا قلبي من القلق اكتمل الحبر والورق. غير مقبول لا وزنا ولا قافية. يعني انت خرجت في هذا الجزء من المولد بلا حمص. الآن يعني هذا يعني شوفوا على فكرة يعني هو كلا الجانبين خاسرين في الجولة الأولى، لكن على الأقل الأخت نرمين جابت بيت حسب لها بيت، وبينما هاشم الجعدي جاب بيت لكن لم يحسب له. فرصتك للتعويض في الجزء الثاني يا هاشم. نيرمين الجزء الثاني سيكون حاسم بالنسبة لك للفوز أو الخسارة. أنت بدأت الجزء الأول وبالتالي اللي حيبدأ الجزء الثاني هو هاشم الجعدي. هاشم الجزء الثاني من المسابقة، الجزء الثاني ما لهش علاقة بالشعر، أريحك، لو علاقة بالمحافظات اليمنية. تمام. هذه خريطة لمحافظة لحج. محافظة ايش؟ لحج. المناطق هذه الملونة هذه المديريات.
اشتيك تكتب لي اسماءهن، تمر تشوف اصحاب لحج. هذه المديريات مطلوب منك 10 مديريات ومعاك 7 دقائق. تفضل، انا ببدا احسب لك وقتك من الان. انتبه لانه الاخت نيرمين هي متفوقه عليك في الجزء الاول، الجزء الثاني لا يضيع، لا يقرح جو يا استاذ هاشم الجعدي. تمام، اوكي اوكي. طيب هاشم الجعدي، 7 دقائق تبدا من الان، يلا. السلام عليكم. يا بنت معنا تحدي في نص ساعه. فهمت؟ تحدي في نص ساعه. تحداني، تحداي في نص ساعه. شو تكتب لي؟ هذه ايش جنب ابيان، ايش جنب الحوطه، اكتب لي ايش جنبها. عندي شغل صراحه. ايش تكتب لي؟ اللحج مديرة حقها. مديرة لحج. مديرة حقها لحش. مديرة شو؟ مديرة حقها. مديرة لحش. آه. هذه خريطة محافظة لحش. خريطة محافظة. مديريات. صورة البارحة. إيش جنبها؟ هذا اللي عندك الشيء هنا. أيوة. عطبة. ما نكتب له. خذ. وإيش جنبها؟ هذا طير البحر. هذا قاعد. وأنا. وجنبها؟ ذكروا. الضالع وبيان في عدن. طالع بعد هذا. لا لا هذه محافظة. طالع محافظة هنا. يعني هذا قعطبة. ايوه. وهي محادة، باقي مديرية محادة لتعز جنب قعطبة. جيت تمني المحافظة حق لحج. المحافظة. لحج. طالع. هذا شيء عمي لحج. لحج البيضاء. هذا لحج. هذا يا هذا لحج. لحج مديرة حقها. مديرة يا طبعا لحج. مديرة حقها يهر حلمين. ايش جنب هذا يهر؟ جنب هنا الحدين. سبحان الله. حدين عبد الله. وين جنب يهر؟ يهر لبعوس. وجنب والله ما ادري كم. وجنب هذه؟ لا هني هذا المحافظة. مديريات. ماشي ما اعرف الله. حدين لبعوس. لبعوس. باقي طلع. ماشي مديرية حقها. هذا القبيطة؟ لا. اكتبها على قبيطة. ايوه. خلاص. السلام عليكم. طيبا اشي مديريه لحج. مديريه حقها. مديريه لحج. شو مديريه حقها؟ لا اعرف الا القبيطه. قبيطه بس. اين محافظات؟ المضاربه والعارف. المضاربه والعارف. ما انا القبيطه قاعده موجوده. بدوانه. ايش يعني. بعد قبيطة؟ قبيطة تحت ظل قبيطة. هذا هنا ملح. ها؟ النخيل. النخيل تقريبا. ها؟ النخيل. ها؟ النخيل. يلا نبدأ. خلاص كمل. كملت. انتهى وقتك يا
هاشم، هاشم الجعدي، انتهى وقتك السبع دقائق انتهت. انت الان كتبت مجموعة من المديريات، خلنا نتأكد من المديريات اللي انت عملتها. الحدين كتبها هي المفلحي، حبيل جبر كتبها لبعوس، حالمين مكتوبة، ردفان، ردفان صحيح؟ إذن معك خمس، خمسة من عشرة. إذن مشاهدي الكرام، هاشم الجعدي معه خمس مديريات من عشر مديريات، معك خمسة من عشرة، جيد، تقدم ملحوظ. الآن دورك، شكرا لك يا هاشم. والآن نرجع للمتحدية نرمين العبدلي. نرمين، هذه خريطة لمحافظة البيضاء، عندك هي تقريبا كم مديرية يا أستاذ عبد الله؟ 18 مديرية في البيضاء، احنا نشي منش 10 وفي 8 مكتوبات. هحسب لك وقتك يا أستاذة نرمين، 7 دقائق تبدأ من الآن، تفضلي. السلام عليكم أخي، لو سمحت خريطة محافظة البيضاء، في معي 10 محافظات، الشي ذا هنا الباقي مديريات. مديريات البيضاء ما عندك شي فكرة؟ متأكد؟ ردمان السلام عليكم. محافظة مديريات البيضاء، شي مديريات البيضاء؟ بس السلام عليكم أخي، لو سمحت شي مديريات البيضاء؟ البيضاء؟ أيوة، أي مديرية تعرفها؟ مديريات البيضاء. شي مديريات البيضاء؟ مديرية البيضاء أيوة، حصل 70 مليون. يا إبراهيم، واحدة واحدة. مديريات البيضاء في الفراغات الموجودة. ردا موجودة، أنا شيء مش موجودة. دي وي. فين موجودة؟ في أي مكان. مديريات البيضاء. هنا هنا ناطق ناطق. 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 بس. الآن مشاهدي الكرام انتهت 7 دقائق الخاصة بالأخت نرمين، خلينا نشوف إيش اللي عملته. الصومعة صحيح، مكيرات صحيح، ناطع 3 صحيح، ردمان العواض 4 صحيح، 4 فقط من 10 مقابل 5 من 10. إذن مشاهدي الكرام الجولة الثانية حسمها الأخ هاشم الجعدي من أمام نرمين العبدلي، هي حسمت الجولة الأولى وهاشم الجعدي حسم الجولة الثانية، وبالتالي أعتقد المسألة أصبحت واضحة. وين عبد الله؟ على كذا النتيجة محسومة. لا أقدر أقول لك مبروك ولا أقدر أقول له هو مبروك لوحده، إنما أقول لكم الاثنين مبروك. الجائزة 100,000 بينكم بالتساوي، 50 ب50، 1,000 مبروك، تستاهلون. من ناحيتي حلقة اليوم انتهت على خير، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، إلى اللقاء.
الصيصار.